السلام عليكم. من مساوئ اعمال البلاط نسمع صوت طبطبه، لاحظون هذا الصوت، لاحظوا الصوت هنا، هذا سبب وجود الهواء. ولم يتم وضع الخلطه بشكل كامل، لذلك وجد هذه الطبطبه والفراغ. فعل المقاول اعاده هذه من مساوئ اعمال البلاط، يجب وضع خلطه بشكل جيد. يجب وضع الخلطه بشكل جيد. الحل هو إزالة هذا البلاط وإزالة الخلطة وتركيب بلاط جديد مع خلطة مناسبة وتكون بشكل جيد، وعدم تشكيل الفراغ أو الهواء ما بين البلاط والخلطة. يتم التشيك على سيراميك الجدران إن كان هنالك أي طبطبة. طبعا أسباب الطبطبة عديدة، منها عدم وضع الغراء أو الخلطة إن كانت خلطة أو إن كانت غراء على كامل البلاطة بشكل مناسب وكافي، فينتج عنه فراغ أو هواء بين الخلطة أو بين الغراء والسيراميك. 2، ممكن أن تكون البلاطة حد ذاتها مقوسة ومنحنية من الوسط من الجهة الخلفية من جهة الغراء، وبالتالي تكون البلاطة يعني تقريبا رح تكون كده منحنية، فيجب تعبئة هذا المكان بشكل مناسب وكامل. في الحالة الطبيعية يجب أن تكون كده.